السؤال الموالي: عن مدى تقدم إنجاز المسالك الطرقية بالعالم القروي المدرجة والموثقة في إطار شراكات للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار؟ تفضل السيد النائب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم جميعا. عن الاستجابة والانخراط في إنجاز شراكات، وسائلكم السيد الوزير المحترم. تفضل السيد الوزير. طيب، الشراكات هو تعاقد ما يمكن إلا التزموا به، ولكن إذا خلى به طرف يصعب على الطرف أن يلتزم به. فباش نكون معكم صريح، جميع الجماعات التي التزمت والجهات الوزارة وفات. بقي عندنا إشكال، كنتظروا 900 مليون ديال الجماعات، كنتمنى نلقاو لها الحل، وإن كنا رحنا كنشوفوا مع المديرية العامة ديال الجماعات المحلية باش نساليوا البرنامج إن شاء الله في 2015. شكرا. تعقيب سيد النائب. مشكورين السيد الوزير المحترم على تعقيبكم، وفي الموضوع استجابتكم لشراكة بين المجلس الإقليمي وجمعية محلية لطريق المعدر الكبير عبر المرسلة ولاد النمر. نريد أن تنخرطوا كعادتكم في الطريق الإقليمي 2016 بين إقليمين، شتوكايت بها وتزنيت وإقليم غير مباشر سيدي يفني، شتوكايت بها ماسة ولاد النمر الخنابيب أقلو، مرورا بالطريق الإقليمي 1905 إلى سيدي يفني، وتكون ساحلية كما اتفقنا ذات يوم. وفي الموضوع أيضا دائرة أنزي، جامعة أنزي تفروت للمولود عبر المتن، وفي دائرة تفروت جامعة تسريرت وجامعة فليغير عبر واحة أيت منصور، وما أروعها من واحة. وفي آخر طلب المتواضع، أربعة أيت حمد بإقليم تيزنيت وربطه بإقليم شتوكايت باع عبر أيت ميلك. شكرا سيد نائب. مع الأسف قضى الله الأمر. كلام ديالك زوين ولكن الغالب الله. هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل سيد الوزير. أنا كشكر النائب المحترم، ولكن يبدو أنه هذه السنة ستكثر الأسئلة ذات الطابع المحلي وفيها التفاصيل. هذا عادي وطبيعي، لأن النواب ديال الأمة وممثلي ديال الدوائر لابد أن نتفاعل معها. ولكن اللي نبغي نقول لكم هو أنه كاين جوج ديال الحوايج. أولا، كاين برنامج تاع 2015 خصنا نساليو. ملي كتجي طلبات إضافية أو اتفاقيات إضافية كنقلبوا، إلا عندنا الهامش كنوفيو، خاصة إلا كان شي جامعة اللي لم تستفيد سابقا كنحاولوا نوفيو. إذا لم تكن هناك إمكانيات كنتفقوا نديروها في أولويات البرامج المستقبلية. الأمر الثاني، أنتم عارفين السيد النائب المحترم لا مع إفني سيدي إفني ولا مع تيزنيت ولا مع قلميم ولا غيرها من المناطق الإقاليم، كانت هناك زيارات وتم الاتفاق على الأولويات، ويبدو بعضها أمضينا معهم الاتفاقيات والبعض الآخر راه قيد الإمضاء. كنبغي نخبر من خلالكم جميع الأقاليم نريد أن تكون معها اتفاقيات كعقدة. تغيرت الحكومة ولا بقات، وتغير الوزير ولا بقى، كيولي هذاك تعاقد وفقه، وكيولي عندنا برنامج الخمس سنوات المقبلة، وهذا هو الاتجاه اللي حنا ماشيين فيه. شكرا للسيد الوزير.